يعني هم راحوا قهوة الحرامية عشان يسرقوا العقد. مظبوط سعادتك. طب وتفتكر هذا ضاحي انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده؟ الله، واحنا نخليهم يسرقوه ليه؟ ما نسرقوا احنا الاول. واحنا نتعب نفسنا ليه؟ ما نسيبه هم يسرقوه وبعدين احنا ناخد العقد. يعني تقصد هم يسرقوه بعد كده احنا نسرقوا منهم؟ ما انا قلت ايه؟ مظبوط يا ضاحي. الله عليك يا ابو المفهوميه، يا ابو دماغ تتاهل بالداب، يا ريس ابو الداب. عجبت سعادتك؟ حلوه. هقولها لك تاني، يا ابو دماغ تتاهل بالداب، يا ريس ابو الداب. خلاص بقى ما ترخمش بقى، ما انت قلتها قلت لك حلو. انا طول الليل. انا اسف يا ملك. عايز عينك عليهم على طول، واي حاجه تحصل تيجي تبلغها لي. حاضر حاضر سعادتك. بس هو كان في حاجه كده كنت عايز اقول لك عليها. خير؟ مفيش، احنا من ساعه ما العمليه ابتدت يعني وما خدتش منك ولا مليم، فكنت عايز حاجه كده تحت الحساب على الاقل ماشي نفسي بيها. بص عليك يا ضاحي، انت طلبت حاجه وانا قلت لك لا؟ لا. عمري حش عنك حاجه؟ لا. طب لما هو لا لا، امال ايه؟ ليه بتقولها بانكسار كده؟ صحيح. بص عليك، لحظه واحده. ربنا يبارك لك يا رب. بص هناك، بص هناك. حاضر. هو بيشوفني ازاي؟ بيشوف ظهره. ملحق بقى اروح اجيب شنطه عشان اخد فيها. خد فيها دي ده اعمل بيها ايه؟ تاخد 10 جنيه والباقي تروح الاخزخانه تجيب لي بيه دواء الضغط. طب ممكن اجيب لسعادتك شريط واجيب ليا شريط؟ هات لي دواء الضغط يا ضاحي، بقول لك هموت. حاضر. انت مفيش بقلبك رحمه. لا لا، حاضر حاضر. الدواء يا ابني. حاضر. الدواء يا ابني مشكله. حاضر حاضر. اقص عليك، اقص عليك يا ضاحي. بجد I have no idea احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحرامية تاني عشان تسرقنا تاني. على فكرة انت اللي جبتيني هنا تاني ومشينا وراكي تاني وجرجرتنا وراكي تاني. امال ايه يا سيف، انت عايزني اجي المكان ده لوحدي؟ ما خلاص بقى، انت هتفضلي شكاية بكاية كده. احنا كده كده عايزين نجيب العقد، وبعدين الحرامي اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ولا ايه يا هاني؟ مظبوط. ياض سيب الحشيش ياض، انت جاي تساعدنا ولا جاي تصطبح هنا؟ شوشو ما تفصلنيش، اهم حاجة مع خطيبتك لازم تختار، يا تعيش راجل ولا تعيش مبسوط. طب وانت ايه؟ انا الحمد لله مبسوط. يا جماعة انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فتحي عشان نخلص من مكان الزفت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. بس بس اهي جت اهي. بس هي مالها عاملة في نفسها كده ليه؟ اكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان. لبنان انتوا بتستعبطوا ولا انتوا مش عارفينها؟ مين دي؟ دي الفنانة رانيا يوسف. يا عم رانيا يوسف ايه؟ دي الخنازير البرية. ما هو المسلسل اسمه الخنازير البرية. بجد؟ ايوه. الستايل بتاعها خطير. انت بتتريقي؟ شايفة؟ شايفة الشعر الأصفر مش القرف اللي انت عاملاه لنا؟ ضربالنا راسك بمية أكسجين وعاملالنا على فرانكا. اخرسي بدل، بجد وحياة ربنا هعيط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي أخرك كده يا فتحي؟ قطعوا النسوان على لبس النسوان، العيال في الحتة بهدلون طول ما أنا ماشية يجروا الشعبطوا يجروا الشعبطوا. طب وما فرملتيش فجأة ليه؟ يقع على طول. جاتش في بالي بقى. معلش، الحمد لله على السلامة يا ست فتحي. الله يسلمك. يا ست فتحي، يا جماعة الجملة دي مش راكبة معايا، مفيش حاجة اسمها الست فتحي. أيوة صح، إيه موضوع فتحي ده يا فتحي؟ أنت باباكي سماكي فتحي؟ لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما أخذ الشغل يمشي، لكن أنا اسمي الحقيقي جايدة. طب والنبي وأنت جايدة هاتي لي معاكي ولعة. ممكن تديني شفتة؟ اتفضل. سيف. إيه؟ أكيد اسم جايدة عليكي أغرب بكتير بالنسبة لي من فتحي، فإحنا هنقول لك يا فتحي عادي. ماشي يا جماعه، ممكن نشوف مكان تاني نقعد فيه غير المكان دوت عشان انا متوتر جدا. وماله المكان ده؟ ده انا بفكر اتجوز واقعد هنا. بقولك يا ست فتحي. نعم. اخبار القانون الجديد هنا ايه؟ لا والله جيت لي متاخر، اخر تربتين لسه مأجراهم. سيبك من الواد المسطول ده، خليكي معايا انا دلوقتي. هنعمل ايه في موضوع العقد اللي احنا عايزينه من المتحف؟ اعتبريه معاك يا ابله. بص يا اساتذه، اهم من الشغل تظبيط الشغل وتستيفه، احنا بس اهم حاجه نعرف كل حاجه عن المتحف. المتحف ده تأسس سنه 1838، كان بتاع واحده اسمها نازك هانم الغندقلي. نازك هانم الورثه بتاعتها اللي هم احفادها اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. لما اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. انت عبيط في دماغك يا كابتن ولا ايه؟ تاريخ. تاريخ ايه؟ انا مش عايز اعرف ده، انا عايز اعرف كل حاجه عن المتحف، يعني عايز اعرف مداخله، مخارجه، البروز، المناور، في لا مؤاخذه كام كاميرا معشاه جوه المتحف. ودي انا اعرفها ازاي بقى يا فلقوسه؟ فلحوسه. لا فلقوسه احلى عليها.
مش فارق، هنعرفها ازاي بقى؟ هو انا عويله حضرتك يعني مستنياكي تيجي تقولي لي هنعمل كده ازاي؟ انا صحيت الصبح كده راحت الفكره فطت ونطت في دماغي، رحت قلت ايه يا بنت البسي سايحه اجنبيه. انت كده لابسه سايحه اجنبيه؟ اه. طب وحياه باباكي اللي سماكي فتحي، انت كده من بلد ايه؟ بصي هو انا ارجنتيني قلب على ارمني، يعني بصي في الاخر طلعت مني بولندي. احلى كلاب الكلاب البولندي. يكرم اصلك. المهم بقى وانا رايحه المتحف لقيت واد شيكي ميكي كده مع عده اصلي، رحت سالتها منه العده بقى، رحت مصوره بيها كل حاجه بقى من الصغيره للكبيره في المتحف. حلو قوي، فين الصور بقى؟ لا ما انا بعت العده وانا جايه وخدت التم. ايه بالصور؟ امال يعني اخسر فيها؟ انت حراميه ذكيه قوي ما شاء الله. ما تقلقوش يا اساتذه، المتحف كله هنا. هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان؟ ايه اللي جابه هنا؟ ريح ريح انت بس يا هاني، مالكش دعوه. بقولك يا معلمة هنعمل ايه دلوقتي؟ بص يا أمور، أنا اكتشفت إن المتحف ده جاي على ناصيتين، يما قبلي ويما بحري، إحنا بقى نخش من اليما البحري عشان تراوة. طب اليما البحري دي بقى من أنهي شارع؟ لا يا حضرتك مش على شارع، دي من المية جوه النيل في البحر. آه يعني إحنا نعمل نفسنا تماسيح طلع من النيل عشان الناس تخاف وتجري. تماسيح إيه يا كابتن؟ هنخش بمراكب. I love the idea. أنت طلعتي ذكية على فكرة. انت عارفه النيل بيجيب بوزيتيف انرجي. سيبك من العيال السيس دي وخليكي معايا انا دلوقتي. احنا هننفذ العمليه امتى يا معلمه نجفه؟ اولا ما اسميش نجفه، انا اسمي اختك فتحي، وانا شايفك متوتره كده واخده العمليه دي على صدرك وزعق. بصي يا ابله احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جوه العمليه بنشد، فلازم قبل كده نرخي يعني. المهم يعني انتوا النهارده بالمشيئه كده كلكم تجوري في مرسى المراكب اللي في المانيال ونتكل على المتحف. امين امين احمد واسماعيل. ايه المكان ده؟ هو هنا؟ اه. شكله عفاريت قوي. انت خايفه من العفاريت؟ لا خايفه من المكان. هي فين بقى الست الهانم؟ معرفش. معلمة من حته كده اتفاجئت. لا انا متخض. ايه ده؟ السلام عليكم. ايه راح فين؟ ايه لسه ما عليكم ماشيه؟ انا جايه لكم اهو. فتحي انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. هو انت وانت صغيره لما قالوا لك ان انت هتبقي حراميه ادوكي ده كيونيفورم يعني؟ اه بنلبسه بيكبر معانا. بيكبر معانا ايه يعني؟ انت يعني انت بتخرجي من بيتك كده عادي بتمشي في الشارع عادي؟ اه عادي. باين جدا يعني، بتروحي مثلا تروحي تشتري فول وطعميه باللبس ده ما عندكيش مشكله؟ ده لبس عصابات من ساعه ما الدنيا اتخلقت، من ايام عصابه القناع الاسود. ده عملوها في عنتر ولبلب. سيف مفقوسة، مفقوسة جدا. دي مش أول مرة تسرق، هي عارفة كويس هي بتعمل إيه. قولي له والنبي، قولي له عشان بس مفيش وقت والنبي للرغي ده، ويلا بينا نشوف شغلنا. أيوه يلا يا جماعة نسرق، I'm so excited. يلا بينا. يلا على المركب. يلا. مركب إيه؟ هنركب المركب دي كلها نتفضح. تعال يا ابني تعال. أوكي يبقى في حاجة تانية. أنت نزلني نزلني. تعال يا حاج. على مهلك. على مهلك. على مهلك كمان. حسبي انا اللي تقع على وشك. هي دي؟ اه. شكرا الله يكرمك. هنركب في اللوكا. ايه ده في واحد في المركب؟ ايه ده اشمعنى دي عارفاها؟ استنى في واحد في المركب. ده تبعي. بجد؟ اللي في واحد في المركب يعني؟ ايوه يا ابني هي عندها تيم بتسرق بيه. مفيش يا أمور. خش. أيوه. ها. بس. احنا كده وصلنا المقر. نبتدي بقى نوزع المهام.
يلا شرهان وهاني هتخشوا المتحف تشدوا سكينة الكهرباء تقطعوا النور عن المتحف، نيلي وسيف تخشوا عند العقد تجيبوا العقد والجول بس. وانت بقى يا فتحي هتعملي ايه؟ لا انا هعدي على خالتي هنا ساكنه في الكتكات اخدها افسحها شويه في الفلوكه الحلوه دي، وانتوا على ما تخلصوا تدوني رنه صغننه اجيلكم نروح سوا. وحياه امك جرايب لا في ايه، ما انا قلت لكم من الاول ان الشغلانه دي محتاجه رجاله معايا. الله، وبعدين انا اصلا بقالي كتير ما عملت الشغل بايدي، وكمان ولا لياقتي ولا مكانتي الاجتماعيه يسمحوا لي بالشغل ده. في ايه يا عم عزه العلايلي، هو احنا رايحين نفجر ايلات؟ وبعدين ايه حوار مكانتي الاجتماعيه ده؟ اصل انا اصل ايه، بصوا من الاخر كده انتوا شكلكم ولاد حلال وانا حبيتكم يعني زي اخواتي واتسمت فيكم الخير، فبص انا هجيلكم على الدغري واحكي لكم بصراحه، انا اصلا مش حراميه، انا بسرق وانا مجبوره. الله يسامحك يابا خلتني كده مقهوره، طلعني ليه حراميه؟ انسانه مش متربيه. ايه ده، هو احنا طالعين نسرق مع فؤاد نجم؟ استنى، هي مش دي اغنيه مع احترام انا مش حرامي؟ ده بتاعت مين دي؟ احمد فؤاد نجم. بقولك ايه يا فنانه، هتقعدي تقولي لنا بقى صعبانيات وتغني علينا؟ الكلام ده ما ياكلش معانا، انتي قابضه فلوس وانتي اللي هتخشي تسالي عقد. خلاص يا شريهان، لو هي مش عاجبها الكلام ممكن نخلي صباح تعمل معاها زي ما عملت مع سيد عضه. سيد عضمه whatever، هي هتعرف تتصرف معاها. هتقرفونا كل شويه صباح صباح، الشغلانه المنيله اللي انا غرست نفسي فيها دي، خلصونا يا جدعان هطلع معاكم. يبقى استبينا، هطلع انا وفتحي وسيف نجيب العقد وانتوا تراقبوا لنا الجو. سيف ايه؟ ما تطلع انت وفتحي وشرهان. يعني ايه البنات تدخل تعمل المهمه وانتوا تقعدوا تتفرجوا؟ يا سلام، دلوقتي البنت مش زي الولد؟ فين البنت المهندسه والمحاميه؟ اهي بقت حراميه. مش هرد عليك. معلش المره دي هتبقى لدرجيه، يلا بقى. انا مش عارف ازاي اطوعك واطلع اسرق انا دلوقتي. سيف كفايه دلع بقى، يلا ما تعطلناش. خد يا عم الواد الخير، خد كشافه عشان ما تخافش. يلا خد معاك تورتش هي تنور لك جوه. يلا بسم الله الله اكبر. يلا يا عم. حاضر. هاني رايح فين؟ هات ايدك. تعالى اسندوا الطفل ده. عم ابراهيم هنا خانقه قوي، خلينا نطلع نستناهم بره في الهوا. بقولك ايه، هي خالتي ما حكتلكيش عملت ايه مع سيد عظمه؟ لا مش عارفه، هي قالت لنا هتقول لنا لما نكبر. I guess حاجه عيب. هو يا فتحي انت هتبيعني ولا ايه؟ فتحي شايف البوزيتيفيتي اللي طالعه من النيل؟ الجو تحفه. شمنتي البوزيتيفيتي اللي طالعه من شكماني الماركت؟ ما رشقتش في صدرك غش لقيته؟ لا طبعا، لان انا مش بشوف الحاجات النيجاتيف اللي زيك دي. طب والنبي تلاقي على عينك بقى بالنيجاتيف والبوزيتيف بتاعك ده، عشان انا شاكه ان الواد هاني ده هيطلع حرامي بجد ولقى نفسه في الشغلانه دي. شاكه؟ انا متاكده ان هاني ده هياخد العقد ويهرب بيه ومش هنعرف نجيبه. وجهه نظر يا نيلي، اول مره تقولي حاجه صح. تعالوا فتحته. يا نيلي يا الغباوه دي، انت اللي غبي ومتخلف. خلصونا الله يخرب بيتكم. تعالوا تعالى انت. ايه؟ روح من هنا هتلاقي سكينه الكهرباء، شدها تقطع النور وجن عند العقد. يلا ماشي يا معلم. وانت تعالى. اجي في ايه؟ خلص يا فتحي. يلا استر يا رب. العقد في المكان ده يا فتحي. فين؟ اهو. اه هو ده. بس على مهلك بقى. استر، هو ده اللي انتوا عايزينه؟ ايوه ايوه هو صح. ده ما تكهربش والنبي. بس يلا بقى
استني صحيح ايه؟ ممكن يكون الانذار متوصل بجنريتور. ايه يا عم السيميليتور ده احنا في دريم بارك. سيميليتور ايه؟ بقول لك جنريتور اللي هو الجنريتور ده اللي هو بيولد كهرباء. يعني اللي هو بيعمل ايه؟ بيولد يعني لما النور يقطع هو بيولد كهرباء. انت قصدك اليو بي اس. انت عارفه اليو بي اس ومش عارفه الجنريتور؟ اه يا اخويا عارفه اليو بي اس. وبعدين ما هو احنا اصلا خليناه يقطع الكهرباء عشان الكهرباء ما هتقطع اليو بي اس مش هيشتغل. انت متخلفه. اليو بي اس اصلا معمول عشان لما النور يقطع يشتغل. استغفر الله العظيم يا رب. استسف هو حضرتك اللي حرام ولا انا اللي حراميه؟ انت طبعا الحراميه. طب حضرتك دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا مش بشتغل، انا بدرس. بتدرس ايه؟ هندسه كهرباء. هندسه كهرباء. انا ينفع افتي دلوقتي في شغلانتك؟ فتحي انت دلوقتي بتفتي في شغلانتي. انت ما بتعمليش اي حاجه غير انك بتفتي في شغلانتي. ايه يا جماعه؟ ايه ما خلصتوش ليه؟ هنخلص حالا. بتعملي ايه يا عم؟ خلص بقى. انت في ايه؟ الانذار هيضرب. مش انت دلوقتي كل مشكلتك في الحياه ان انا اخد العقد ده من غير ما اشيل الصندوق الزجاج عشان خاطر الانذار ما يضربش؟ ايوه خلاص انا هاخد العقد من غير ما اشيل الصندوق الزجاج. ازاي بقى يا ست كاثرين زيتا جونز؟ هوريك حالا. هتعلف ايدك ده. خدي. العيال اتمسكوا ولا ايه؟ طب يلا نهرب احنا. يلا يلا. لا لا يا نيلي مش هينفع نهرب ونسيبهم. انا عايزه العقد برضه. وجهه نظر. اول مره تقولي حاجه صح يا شريهان. امسك نفسك امسك نفسك. طالعه بتحرق لي هالي مش قادر. خلاص ما تلعبش فيها. هاني هاني انا مش قادر. واضح انها النهايه. لا نهايه ايه؟ احنا لسه في نص رمضان. طب كملوا انتوا الطريق اهل. انا المشاهد دي بتاثر فيا قوي بس مفيش وقت. يلا نطوا. يلا يا اخويا عدي ما تستموتلناش. تعالى اسند عليا اسند عليا. بيعملوا ايه؟ هينطوا؟ يا لهوي ايه ده؟ دي طلعت غاويه قوي. امال انت فاكراك كبرتاج ولا ايه؟ طب انت معكش عوامه بطه؟ لا بقول لك ايه؟ شجع كده ونطي قفزه الثقه. يلا. مش عارف سمعت كلام فيه انا وجيت معاكم عشان ما عندكش شخصيه. يا جماعه انا بنزف جامد قوي، محتاج نقل دم وفصيله دم نادره. انا كده هموت. خلاص بقى يا سيف، شكلها حاجه بسيطه يعني مش هتموت ولا حاجه، بس من فضلك ما تقربش مني عشان انا ما بحبش الدم يجي على هدومي. دم ايه يا جماعه؟ ده جرح سطحي. جرح سطحي ازاي وانا حاسس ان الرصاصه نزلت في كتفي؟ بقول لكم يا كباتن، العقد ده فوش. فوش؟ فوش يعني ايه؟ مش عارفه يا اختي يعني ايه فوش. يعني فالسو، يعني اي كلام، يعني مضروب، يعني طلع فتش. وات فتش؟ يبقى اكيد العقد ده هيوديني لحاجه تانية. بموت. بس بقى هنعمل ايه في المصيبه دي؟ طب اسمعوا، احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشفى ونروح نشوف موضوع الفوش ده ايه. انتوا عايزين تاخدوني لحم وترموني عظم، ولما اروح المستشفى يقولوا لي مالك في كتفك فيه ايه اقول لهم ايه؟ ده كاتشب. انا مش هقع لوحدي، كلكم هتقعوا معايا وهدرجركم كلكم. بقول لك يا كابتن اهدى على نفسك كده وبلاش افوار عشان الفيلم ده انا شفته قبل كده. خلاص يا جماعه احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفه في موضوع العقد ده وكتفي، وتشوف لنا صرفه في موضوع كتفك، وتشوف لنا حاجه ناكلها عشان ميتين من الجوع كلنا. يلا بينا. خدني معاك يا هاني. خليك بقى هاني. انا بنزف يا هاني. سلام يا عم ابراهيم، خلي بالك من نفسك. انت واثقه في عم ابراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا؟ هيفتن علينا اكيد، ده سمع كل حاجه. ده مخبر اساسي. هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها لهم. اهدي. معلش في ايه؟ انت يا عم يا اللي منور العالي. ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور
في ايه؟ ايه ده؟ لا ايه السواقه الزفت اللي انت بتسوقها دي؟ انا مش خايف على العربيه؟ السكك كلها مطبطه وانت عمال بتجري؟ مش خايف مسمار يخش فرد الكاوتش يبوظها؟ انت عارف التيل بتاع العجله بكام دلوقتي؟ ابو الدهب بيه، سيبك من التيل، خليك تقيل، المهم العقد. خلاص خلاص يا بنات، انا مش سامع مؤاخذه، قلت لكم لما تعوزوا حاجه تقولوا لي، ولا لازم اقرص لكم ودنكم، ولا انا اتكلم ولا حتى انت لم تنادي؟ الله الله الله، ده الموضوع عقلي بقى وطلعتوا قرايب في بعضيكوا. طب اتكل انا بقى على الله، الحق اخد خالتي افسحها شويه وارجع لكم تاني. سلام عليكم. استنى يا فتحي، احنا مش متفقين اوصلك ولا ايه؟ استنى هاجي معاك يا فتحي، استنى عشان ما تتوهيش. خد انا، تعالى هنا. تعالى. ايه ده، هو انتوا تعرفوا بعض؟ دي تاني مره نشوفهم مع بعض، ديفينتلي يعرفوا بعض. فين العقد؟ عقد ايه؟ العقد اللي مؤاخذة سارقينه دلوقتي من المتحف. احنا ما سرقناش حاجة، احنا كنا بنتعشى. والله وايه اللي على كتفك ده؟ ده كاتشب بس بيحرق قوي. ما انت عشان طلبت سبايس قلت لك بلاش السبايس. بقول لكم ايه، احنا في منطقة لبش، والحكومة دلوقتي بتدور على اللي سرقوا المتحف، يعني ممكن تطب علينا في اي لحظة. فخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد. حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه. ضحي طلع حقيقي ولا خرز بقى؟ لا طلع حقيقي طبعا. انت يا زفت يا ضحي. انت ده ايوه ابو الدهب بيه. الوقت احنا عايزين العقد وهما مش عايزين يدونا العقد. نعمل معاهم ايه؟ نعمل معاهم ايه؟ انت بسألني؟ ما ناخد العقد بالعافيه. ايوه ناخد العقد بالعافيه. اللي معاه العقد يطلعه ولا فرغ المسدس ده كله بنفوخه. انا ما حدش يضربني بالنار تاني. هو انا واقف على العربيه بام؟ خلاص يا هاني اديهم العقد. ومعاك انت؟ العقد بسرعة. حاضر بسرعة. ثانية واحدة. هو ده يا جماعة العقد اللي انتوا عاملين عليه الحوار ده؟ هو ده. طيب مش تقولوا كده من الأول، اعملوا لي غسيل معدة بقى. ايه ده انت بتعمل ايه؟ وقعوا. الواد ده عبيط ولا متخلف ولا ايه؟ هات مني العقد. ده هات العقد بقول لك. مش قادرين تسرقوا خاتم. العقد يا ابو الدهبي. طب يا بنات، المؤاخذة أنا كانت مشكلتي مش معاكم أنتم، المؤاخذة كانت مع جدوك الله يرحمه بقى، وأنا خلاص حتى حقي. بالسلامة أنتم. يلا ضحي. اتفضل يا أبو الدهب بيه. أحسن يا موزي. سلام. أحسن بتبلع العقد؟ تفكر نفسك إسماعيل ياسين؟ أيوه يا عم بيبلعوا الحاجات. أنت كويس؟ شفت حاجة كده؟ شوف. لا مفيش حاجة. طب على فكرة يا أنكل عم ذهب، العقد فقش أصلاً، أوكي؟ ما تجمد بقى يا عم سيف في إيه؟ ما إحنا ياما اتضربنا بالنار وبالسيوف وبالكرابين كمان، ما عملناش زيك كده. ده وأنا صغير لما أبويا كان بيعاقبني كان بيلسعني بالمكوى في وشي. ليه أنت أبوك كان يأجوج ومأجوج؟ لا بس كان بيعلمني. هاني. أيوه. خد الجواب ده، اديه لبابا وماما في السعودية. ايه ده؟ انت سعودي يا سيف؟ شبيه الريح، شبيه الريح. يا عم سيف ايه؟ فيش ولا كلمة باينة، الجواب كله دم. كتبته بدمي. ايوه تمام، هنعمل ايه دلوقتي يعني؟ نكتبه تاني؟ اكتب عندك يا هاني. قول. ابي الحبيب، امي الغالية، اصيل، ابكي أنزف وأموت وتعيشي ضحكة مصر. لا وحياة خالتك، أنت ما اتضربتش بالنار وأنت بتحرس الحدود، أنت اتضربت بالنار وأنت بتسرق متحف. ما تقولش بتسرق، أنت اللي خليتني أعمل كده، أنا ما كنتش عايز. أنت حرامي. ما تفكرنيش يا أنا. أنت حرامي وده مصير كل خير. قلت لي روح، أنا ما كنتش عايز أروح. إيه يا واد؟ قاعد بتنكب فيك ليه؟ قوم من هنا. بيخطرف من الرصاص. معلش يا حبيبي استحمل شوي، انا هطهرها لك وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه ده يا خالتي، هو انت ليكي في التمريض؟ ايوه، وعندي كمان الطقم. انت كمان خريجه التمريض؟ لا كنت جايباها عشان شهر العسل. النبي انت اللي عسل. طب يا فالح
هات السكينه دي من جنب. هتجيب السكينه ليه؟ هتعملي بالسكينه ايه؟ متخافش، شك الدبوس. شك الدبوس؟ لا، انت هتغزني بالسكينه وتعملي الطلقه كده وتنط في الميه صح؟ وانا متبت شن؟ ايه الفيلم الهندي اللي انت عامله ده؟ ده انا جايباها عشان اقطع بيها الشاش. سيف عامل ايه يا صباح؟ الحمد لله يا حبيبتي جت سليم. انا هطهر له الجرح بشويه كولونيا وان شاء الله هيبقى زي القرد. كولونيا؟ لا، كولونيا بتحرق، بنشطشط لي الجرح. معلش يا سيف، استحمل كل ده عشان مصلحتك، وبعدين انا جنبك. هاتيلي الصينيه دي من وراكي. نيلي خليكي جنبي، ما تسيبنيش. كلنا جنبك يا سيف، ما تخافش. بص احنا هنعمل ايه؟ هنعد من 1 2 3 وبعدين نحط الكولونيا على طول. خلاص ماشي، هنعد 1 2 3 عشان خاطرك اعمل كده. صدقني مش هتوجعك ولا تحرقك ولا اي حاجه. يلا يا صباح. طب استنى اغمض عيني. غمض. يلا نعد 1 2. ايه يا واد في ايه سرعتني؟ انتوا خمامين كلكم، انتوا كذابين، كذابه. عشان قلت لها تعد 1 2 3، عديت 1 2 بس ورشيته. انت خمامه يا خالتي صباح، خمامه. يعني لو كنا عدينا لـ3 ما كانتش هتحرقك؟ يلا يا هاني نشوف شريهان. سلامتك يا سيف. سلامتك، سلامتك سيف. وريني الجرح كده. دي الكسبة. اقبل. مالك يا واد عامل كده ليه؟ بتحرق قوي، مشتشتة قوي. انا مش قصدي على الطلقه يا خفيف، انا قصدي مالك مبهدل نفسك قدام البت نيلي كده وسايب حالك ومحتالك ليه؟ مفيش، مش صديقة، صديقة وبسعادة. انت بتسرح بيا يا ولا؟ فاكرني تلميذة بتشتغلني؟ خدت رصاصة في كتفك عشان صديقة؟ امال ايه؟ انت بتحب نيلي يا ولا؟ انا ما بحبش اتكلم في الحاجات ديت، انا ماليش في الحاجات دي، انا مركز في دراستي وابحاثي، لكن انا ماليش في الحب والحاجات دي. مالكش في الحب؟ انت فيك حاجه يا ولا؟ فيا ايه؟ لا بقولك ايه، خالد صباح انا كويس وزي الفل وكده. طيب ما دام انت كده بقى، انا هقول لك الكلمتين اللي فيهم الخلاصه. قولي. البت نيلي دي قويه ومستقويه ومناخيرها في السما، بس كل ده على الفاضي. عامله زي الفرسه الجامحه وعايزه الخيال اللي يحكمها. ايوه، يعني اخد كورسات ركوب خيل في نزله السمان يعني، ولا اعمل ايه؟ لا يا روح امك، عايزاك تمسك نفسك كده وتشد روحك، ما تبقاش يعني لا مؤاخذه كده. لا مؤاخذه ايه؟ خد صباح، لا مؤاخذه، قلت لك انا كويس وزي الفل وكده، انا كده. طب كويس يا اخويا انك كده. طب بقى لا مؤاخذه، اتكل انا على الله واسيبك تستريح وتفكر لك شويه. خالت صباح دي طلعت صيعه صيعه. ايه شريهان، انت لسه متضايقه؟ ولا متضايقه ولا حاجه. هتضايق على ايه؟ ما حياتنا زي العسل اهي، وعم دهب اخد العقد والفلوس راحت وشكرا. انت ليه مستسلمه كده؟ بقولك كل حاجه راحت يا نيلي. مفيش حاجه راحت. ازاي يعني؟ انا عارفه انا بقولك ايه، مفيش حاجه راحت خالص. ممكن بليز تديني موبايلك عشان موبايلي قطع شحن؟ موبايلي مع الواد هاني في الحمام بيلعب جيمز. مش عايزه اتخيل اصلا. شوشو، ها هاتيلي كوز ميه عشان الشطافه ضعيفه ومش طايله. لا يا هاني مكسله، قوم بل منديل. انتوا ازاي مقرفين زي بعض كده؟ انا هرجع. شوشو، ها مش لاقي مناديل، بس في فوطه جنبي قابلها. ماشي، بس عينها على جنب عشان محدش يستخدمها. بس قرف يا حيوان، انت مالكش دعوه بالفوط اصلا. انتوا ازاي كده؟ ايه البت الاوفر دي؟ هو هيمسح بيها وشه؟ بص على ايه؟ طلع فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ اهو الختم بتاع الفالصو اهو. ازاي سعادتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد لايد سعادتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالصو.
يكون شيء بدله الأصلي بواحد فالصو بصنعة لطافة بخفة يد. يا سلام يا سلام على دماغك. وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم؟ صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ صحيح. هاد اللي مجنني انه احنا عارفين العقد فالصو بيسرقوه ليه؟ صحيح. انت مفيش وراك غير صحيح صحيح. اخرس خالص مش عايز اسمع صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو. ايوه نيلي. عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع. تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه؟ الوقت متأخر؟ صحيح. طيب بكره. فين؟ في المرسم؟ ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ سعادتك. طب ايه بقى مؤاخذة الموضوع اللي انتوا عايزيني فيه؟ بص يا انكل عم دهب. نعم. عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض. احنا عندنا شوية معلومات واللغز. حضرتك عندك شوية معلومات بلس العقد. فاحنا نزبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده. بس اللي اوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ واتيفر يعني. وبعدين؟ اوكي. حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا. ومحدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه. طب مؤاخذه يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجله ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد يا ضحى. اتفضل يا مالك. اول حاجه لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فوقش اصلا. مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش. بس استنى اما اتاكد بس. اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير. قالت له ماشي. وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش. ووصل الراجل تاني. الراجل انا جاهز يا جده بطه احضرت النقود معي. الجدة بطة وأنا لا أجد ما أقول لك لقد ضاع العقد فجأة ولم أجده. الرجل أوه إنها خسارة كبيرة لقد وعدت زوجتي أن أهديها هذا العقد الثمين بعد أن أحفر عليها أول حروف من أسامينا ماذا أعطيها الآن فلة وياسمينة. الجدة بطة أنا في قمة الخجل ولا أعرف. العقد محفور عليه حروف وأرقام. يا بنت ما هدي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالسو. مغزى ختم فالسو ازاي؟ الحاجات الأصلية بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضاحي. أنا قلت حاجة؟ أنت امبارح مش قلت كده؟ والفالسو له ختم برضه يا حمار. لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعة هي الحروف دي إيه أصلا؟ زاد ب بس مش عارفة أقرأ الأرقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني ها بالاختصار. صاد ايه؟ صاد يا بنتي صاد. صاد ب 717. ايوه يا جماعه صاد ب ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد ب 717 ده نمره العربيه بتاعت جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. صحيح. وكان في عربيات ليها ارقام. احمر انت. انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخلص انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه؟ اضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري؟ بربورك صابون بالموليف يكونش صندوق بيره سمك بوري. لا يا جماعه استنوا استنوا انتوا بتهروا في ايه؟ صاد ب اختصار صندوق بريد. صحيح. صاد ب طول عمرها صندوق بريد. يكونش صوصن بدر. ما تخلص بقى مع خلاص هرسينا صندوق بريد. انا قلت اكتئب. لا ما تكتئبش يا جماعه. يا جماعه صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير عارفه. شيريهان you look very stupid. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ صحيح. سيبك من عم دهب دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي هنكلم دليل التليفونات. صحيح. معلش يا عم دهب تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟ شوفي تليفون انا البطاريه فاضل فيها 3 شهور. ما تاخدي التليفون بنت عمك اهرب لك اهي. اصيل يا عم ده هاتي يا نيلي التليفون. حركات رخيصه قوي. خد يا بنتي.
الو السلام عليكم. ايوه لو سمحت عايز اعرف عنوان صندوق بريد 717 ده موجود فين؟ يكون شيء سكر بر بر ايه؟ ما خلاص يا ابني انا قلت اكتئب. ما تكتئبش قول لي صندوق بريد وارسل عليه خلاص. فين؟ مكتب بريد الحلميه الجديده. شكرا السلام عليكم. مكتب بريد الحلميه الجديده. بتهزري؟ هو الحلميه ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت؟ خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكونش صافي نار بترقص